البي ال اس كيو ال. البي ال اس كيو ال هي عباره عن لغه برمجه امتداد اصلا للغه الاس كيو ال. خلاص كل داتا بيز بيبقى ليها لغه امتداد للاس كيو ال بتاعتها. طبعا احنا لاحظنا ان الاس كيو ال اللي احنا خدناها او اللي احنا شفناها ما فيهاش مثلا ما بنقدرش نعمل اف مثلا، ما بنقدرش نعمل لوب، ما بنقدرش مثلا نهندل اكسبشن، يعني في خطا حصل عايزين نصلح الخطا ما عندناش. خلاص هي تعتبر ما تعتبرش لغه برمجه من الدرجه الاولى، البي الاس كيو ال مش لغه برمجه اصلا خالص. لكن هما بداوا يقولوا طب احنا محتاجين بعض حاجات نقدر نبرمجها جوه الداتابيز نفسها، خلاص بحيث ان مثلا اقول اف ان حصل كذا نفذ اعمل لي انسيرت الس عمل لي اعمل لي كذا الى اخره. فبدات ال ان هم اكستند بقى للاس كيو ال ويطلعوا لغات تانية. اللغات التانية اللي فات كله كان ستاندرد تقريبا ماشي على معظم لغات او معظم الداتابيز مانجمنت سيستم، سواء كانت اوراكل مثلا او اس كيو سيرفر او ماي اس كيو ال او ايا كان نوع الداتابيز اللي احنا خدناه في اللي فات ده كله كاس كيو ال يعتبر بنسبه فوق ال 80% مشترك. خلاص كده. لكن ما اول ما تيجي بقى من اول بقى اللغه اللي هي ممتده للغه الاس كيو ال، لا بقى هنا الموقف مش كده، هنا الموقف مش ايه مش كده. هتلاقي ان الموقف ان الاوراكل عملت داتابيز عملت لغه مختصه بيها سموها بي ال اس كيو ال، وهي عباره عن لغه بيدخل فيها بيبقى فيها روح البرمجه بقى متغيرات واف ولوب ومش عارف ايه وكلام من ده. لمين؟ للاوراكل بس. تلاقي الاس كيو ال سيرفر عملت مخترعه برضو لغه تانية، اللغه دي سموها تي اس كيو ال، واللغه دي نفس فكره البي ال اس كيو ال بالظبط، نفس الفكره بس ايه؟ بس في الاس كيو ال بالظبط كده. خلاص؟ وبدات الايه كل داتابيز تطلع لها ايه لغه خاصه بيها، اللغه الخاصه بيها دي بتبدا تكستند منها الايه الاس كيو ال وتضيف عليه روح البرمجه شويه بحيث اقدر اعمل عمليات يعني تخص البرمجه. بالنسبه للبي ال اس كيو ال انا محتاج يعني ادي انترودكشن الاول قبل ما ابدا ابرمج بيها. خلاص يبقى احنا عندنا نوت في الاساس الاساسي ان عندك الاوراكل سيرفر اهو، في عندك مجموعه من المكتبات الخاصه بالبي ال اس كيو ال المرتبطه مع الداتابيز، مرتبطه مع مين؟ مع الداتابيز. خلاص كده. كل الفكره ان هي بتخدمك من الابلكيشن، سواء كان الابلكيشن بتاعك ده كان عباره عن ويب ابلكيشن او سواء ديسكتوب ابلكيشن او ايا كان شكله ايه. الابلكيشن هنا بيقدر يستخدم على طول بشكل مباشر الداتابيز لو هيوصل لها اس كيو ال مباشر، او ان هو يقدر ينادي على البي ال اس كيو ال اللي تقدر تشتغل برضه مع الداتابيز او اللي هي اسوشيتد مع الداتابيز او اسوشيتد مع الداتابيز اللي هي يعني او مرتبطه بشكل مباشر جوه الداتابيز. خلاص انا بتكلم لسه في اهميه البي ال اس كيو ال ايه. فاحنا لو جينا بصينا مثلا ممكن الابلكيشن بتاعنا يبدا يحذف للداتابيز بتاعتنا اس كيو ال، سواء كان جمله انسيت، جمله ابديت، جمله ديليت، جمله كرييت، التر، دروب، ايا كانت جمله اس كيو ال اللي احنا شفناها دي كلها، الابلكيشن بتاعي بقى مختص ان هو بيباصي مباشره اس كيو ال للايه؟ للداتابيز. الطريقه المختلفه بقى ان الابلكيشن هنا بيستخدم مجموعه من البلوكس الخاصه بالبي ال اس كيو ال، وهي بتبقى عباره عن مجموعه من او زي ما قلنا اس كيو ال بس متعشق مع لغات برمجه. خلاص داخل في لغه برمجه، يعني مثلا اس كيو ال واف كذا زين كذا اس كيو ال الس مثلا، دي ابسط اشهر جمله يعني. فنود هنا كده المقصود بيها الحته اللي في النص دي ان انا اقصد هنا ان ده كود بي ال اس كيو ال. الابلكيشن بتاعي بقى بيكول لكود بي ال اس كيو ال وهو اللي بيشتغل مع مين؟ مع الداتابيز هنا. خلاص كده هو بيكول ايه وبيشتغل مع الداتابيز في الحته دي. طبعا دي بتمبروف البرفورمانس طبعا بشكل كبير، على اساس ان لما انا طبعا في حته لازم نفهمها، لما انا ابعت للداتابيز بتاعتي جوه من اس كيو ال مباشره، ولما انا ابعت للداتابيز بتاعتي جمل او انادي على جمل بي ال اس كيو ال، طبعا في فرق كبير جدا بالذات لو انا ويب ابلكيشن. خلاص حتى لو مش ويب ابلكيشن هتلاقي نفس الفكره. انا عندي ابلكيشن موجود، والابلكيشن ده هنتكلم ايه اهميه اللي احنا هندرسه. ها والابلكيشن ده بيروح على الداتابيز هناك بيعمل عمليه معينه. خلاص كده. اللي بيحصل طبيعي في داتا تتنقل على النتورك، صح كده ولا لا؟ في مشكله خالص؟ مش مشكله، سواء كنت انت كاتب اس كيو ال او كنت كاتب بي ال اس كيو ال، كده لازم في بيانات تتنقل على النتورك. ده اول زمن. خلاص الزمن الثاني لو انت كاتب اس كيو ال، لو انت كاتب اس كيو ال هيروح الاس كيو ال ده مرمي عند مين؟ على الداتابيز مانجمنت سيستم. يبدا الداتابيز دي تشوف الاول تتشيك السنتكس مظبوط ولا مش مظبوط،
اول حاجه اكنها جمله لسه جايه لك جديد، صح؟ بتشيك السنتكس بتاع الجمله مظبوط ولا مش مظبوط. دي اتنين. تلاته، طب لقيت السنتكس مظبوط، لو ما طلع هتطلع ايرور. طب لقيت السنتكس مظبوط، تبدا تعمل له ايه؟ تبدا تكومبايل ليه، تبدا تترجمه الى لغه يفهمها مين؟ يفهمها الداتابيز، يعني حاجه اقرب للداتابيز، بحيث الداتابيز تبدا تبقى جاهزه للتشغيل. دي كده تلاته. اربعه تقوم عامله ايه؟ تبقى جاهزه بقى للاكزكيوت، بقى جاهزه للتنفيذ. خلاص بعد ما عمل كومبايليشن خلاص ياخد الداتا بقى ويبدا يشغل الايه؟ الجمله. عدى على كام مرحله؟ اربعه. طب تعال نشوف الكلام دوت لو كان بي ال اس كيو ال هيحصل ايه؟ الكلام ده لو كان بي ال اس كيو ال هياخد شكل مختلف. ليه؟ بس اكمل بس في الاس كيو ال. طب افترضنا انا على حسب بقى المشكله الكبيره، طب افترضنا انا تاني قمت باعت نفس الجمله، يعني قاعد على شاشه معينه مثلا، شاشه بتضيف مثلا، شاشه بت ايه؟ بتضيف، قمت جاي تاني داس على الزرار تاني اضافه واحد تاني، ايه اللي هيحصل؟ نفس الجمله تاني، نفس، لا نفس الاربع خطوات، نفس الستبس، نفس الستبس بالظبط. خلاص. طب تالت، طب تعالى ابص على البي ال اس كيو ال. البي ال اس كيو ال وضعها مختلف. البي ال اس كيو ال المره دي انا بكتب الكود يعني بداخل مين؟ او بيلت ان الداتابيز، بيلت ان مين؟ الداتابيز. اول ما كتبته الكود يحصل له تشيك سينتكس، صح ولا لا؟ طب حلو قوي. بعد كده بيعمل له كومبيليشن ويبقى واقف على الاكزكيوت، صح كده؟ حد مختلف وخلاص وتمام، وقاعد جوه الداتابيز. اول ما البرنامج بتاعي بقى بيروح، البيانات بتتنقل على النتورك، صح؟ دي ما مش هنقدر نهرب منها، يكزكيوت على طول. خد كام خطوه؟ طبعا على نفس الشاشه ودوست تاني على زر اضافه، هم الخطوتين، خطوتين غير بقى الثانيه. كل مره يعيد الاربع خطوات ما كانه ما يفهمش، كله يعيد من اول وجديد، كل مره يعيد من اول وايه. ففي طبعا اهميه كبيره جدا ان انا اخزن الجمله داخل مين؟ داخل الداتابيز. طبعا في حاجه ثانيه مهمه جدا برضو اكد عليها، لو انا في برضو حته مهمه جدا اللي هي الريوز، ان انا اعيد استخدام الداتابيز بتاعتي. لو الداتابيز بتاعتي معموله مثلا على ديسكتوب ابلكيشن موجوده مثلا في شركه او مش عارف ايه، وجيت بعد كده قمت انا عايز ازود شويه، قمت قلت ايه، انا عايز اعمل ويب سايت، والويب سايت دوت هيشتغل برضه على الداتابيز اللي عندي لان فيها بيانات مهمه مش معقول اسجلها تاني. هنا هتلاقي البروجرام بتاعك كتب جوه الداتابيز مره، ايه، مره واحده، وديسكتوب ابلكيشن بينادي على البروجرام ده، والويب ابلكيشن هينادي على نفس البروجرام، مش هتعيد كتابه الايه؟ الكود. خلاص. لو كنا بقى مخليين ان الكود بيتحذف من الابلكيشن للداتابيز كاس كيو ال مباشر، كنت هتضطر تيجي تنقل ويب، كنت هتظبط الجمله عشان تتحذف كلها مباشره لمين؟ باسلوب بقى الويب او باسلوب الديسكتوب ابلكيشن، او سواء كانت اللغه بقى سي شارب، كانت سي بلس بلس، كانت في بي، يعني كانت اللغه، كل مره بتظبط شكل الجمله هيتبعت ازاي من خلال لغه البرمجه. ما بقاش هو معتمد على الداتابيز، لا بقى معتمد على مين؟ على الابلكيشن. يبقى كل ابلكيشن جديد يقوم بالكود بتاعه من اول وايه؟ من اول وجديد. لكن طبعا لما نكون هنا وقت احنا شغالين بي ال اس كيو، خلاص بقى البروجرام بيزد على الداتابيز، بقى الديسكتوب يكون لي والويب ابلكيشن يكون لي، ولو باي لغه برمجه، باي لغه ايه؟ برمجه. خلاص. طبعا دي كلها من الحاجات الاساسيه. ايه؟ تمام؟ طيب عايز اتكلم بقى على 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 البي ال اس كيو ال، ليه ستراكشر في الكود بتاعه، يعني ليه اجزاء. عايز اتكلم على الاجزاء دي قبل ما ابدا برضه برمجه، عشان عندك اساسيات كده. البلوك، بلوك البلوك بتاع البي ال اس كيو ال بيقسم الى كذا جزء، تعال نبص عليه. بص معايا على البلوك بتاع البي ال اس كيو ال، هتلاقي ان البلوك بتاع البي ال اس كيو ال بيتكون من ثلاث اجزاء اساسيه. اول جزء ديكلير، اللي هو جزء التعريفات. خلاص. جزء ليه؟ التعريفات. بعرف، بقول، بكتب كلمه ديكلير كده، وممكن ده اوبشنال، يعني ممكن يكون البلوك بتاعي ما فيهوش اي تعريفات، بعمل عمليه معينه وخلاص. فممكن ده ممكن اكون مستغني عن الجزء بتاع الايه؟ بتاع الديكلير ده. خلاص. الديكلريشن ده. وفي جزء ببدا بعد كده البادي بتاع الكود بكلمه بيجن، خلاص، وبقفلها باند. خلاص. ببدا ببيجن واقفلها باند وسيمي كولون. خلاص كده؟ طيب. في جزء ثالث، الجزء الثالث ده هو جزء اسمه اكسبشن. والاكسبشن ده بقى في حاله ان حصل خطا في البلوك بتاع الايه؟ البيجن. يبقى انا اقدر اقول الملخص كده في الصوره الصغيره اللي على جنبي. خلاص. عندي هنا ديكلير، بكتب كود بيجن، اكسبشن، وفي الاخر بقفل بايه؟ بان. ده اسمه بلوك، بي ال اس كيو ال، بلوك. خلاص. حلو قوي. كل واحد بيتعرف ايه في الديكلير؟ اعرف الفاريبلز بتاعتي، متغيرات لو كان عندي متغيرات، لو انا عايز اعمل متغيرات. حاجه اسمها كيرسرز، كيرسرز دي حاجه
مهمه جدا 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 ببساطه ببساطه خالص. انت لما بتعمل جمله سيلكت وبترميها على الداتابيز مش بتريتريف ليك داتا، الداتا بتبقى شكلها عامل ازاي؟ جداول جدول صح ولا لا؟ الكرسور نفس الفكره بالظبط، بس بيديك امكانيات انك تتعامل مع سجل سجل، تغير حاجات معينه، تعمل اف ان كذا، زود كذا في الكولوم دوت، شيء غير الكولوم ده واحده واحده بالظبط. بمشي رورو واقدر اتعامل مع رورو، يعني بعمل برمجه معينه تمشي مع رورو واشتغل بيها مع ايه؟ مع رورو. خلاص كده حلوه. طب الجزء بتاع اللي تحت بجين ده، طبعا هنا بنكتب كل اس كيو ال ستيتمنتس اللي احنا اتعلمناها بالاضافه الى البي ال اس كيو ال ستيتمنتس اللي احنا هنشوفها. خلاص يبقى بعد بجين هنا بقدر اعمل يعني كود مزدوج ما بين البي ال اس كيو ال والاس كيو ال اللي احنا ايه اتعودنا عليه. خلاص طيب الاكسبشن زي ما اتفقنا، قلنا الاكسبشن ببساطه بيبقى عباره عن تصحيح اخطاء ممكن تحصل. خلاص او يعني استثناءات، بلاش اخطاء، عشان كلمه اخطاء دي يمكن كلمه اللي هي ايرور، يعني هو مش ايرور لان الكود سليم، بس هو استثناء. ساعات لما بتبعت مثلا، ساعات لما ما بتبعتش اليوزر نيم البرنامج بيضرب مثلا، لكن هو في الحالات الطبيعيه بيبقى شغال. يعني مش لوجيك داتا، او انت تحط مش لوجيك داتا جوه مثلا جمع، مثلا حاجه بتاخد جمع ممكن تديها سترينج، حاجه بتاخد رقم تديها سترينج، تعمل اكسبشن ممكن. يعني حاجه انا زي ما هو الزمن ده برضه ممكن، او انا ايه هو طبيعي ببعت رقم مثلا، ببعت السالري مثلا رقم، بس جيت في مره قمت عامل ايه، وممكن نزوق ده كده شويه عشان هو انا شايف الناس كده شايفه لو اي حركه بتاع ده انا مضمون. لا عشان انا مش انا بقى اللي انا يعني انا نورت خالص. طب كده كويس. اه كده تمام خلاص. لكن لما بنيجي بقى كنت بقول ايه، لما نيجي مثلا انا ببعت سالري، فانا اتغلط مثلا كتب سالري 1200 طه، طه دي جت كده هو بيدوس كده غصب عنه يعني. خلاص فتقوم نازل جوه الداتابيس تعمل ايه؟ تعمل خطا. هو كده من البرنامج مش ايرور، هو اكسبشن. هو ايه؟ اكسبشن كود سليم، بس طلع اخطاء في حالات معينه، طلع اخطاء في حالات ايه؟ في حالات معينه. طيب ناخد مثال بسيط جدا عليه على البلوك ده ونشوف كده مثال بسيط خالص. اخش مثلا على سكيما اسمها اتش ار، دي زي سكوت كده بالظبط. نعم الشيء اما هو ربنا يسهل. اتش ار دي سكيما زي سكوت كده بالظبط، بس محدثه شويه، فيها بيانات اكتر ومش عارف ايه. ماشي اما نخش هنا اللوجين على الاكسبريس اديشن دي، نخش هنا على اس كيو ال عشان نخش بديل عن البرومبت اللي هو بتاعنا ده، وقوم داخل على اس كيو ال كوماندز. خلاص وابدا هنا اكتب الايه الكود اللي انا عايزه، وادوس في الاخر على رن. خلاص كده طيب اقوم بادئ مثلا عامل ديكلير. خلاص ده مكان الجزء التعريف بتاعي، هعرف فيه بس لمجرد الاكزامبل بس مش اكتر، ان انا اعرف فيه متغير مثلا، هسمي المتغير ده في مثلا سال. خلاص كده سميته كده بي سال. ليه سميته في ومش عارف ايه؟ لازم اكون مختلف شويه عن اسم الحقل عشان ما يحصلش معايا ميسنج وانا قاعد ما بقاش عارف ده الحقل ولا المتغير ولا خلاص. طيب واحدد نوعه مثلا فارتشر 2 مثلا، او فاريبل كاركتر 2 على مثلا نقول لا ده سال مثلا والنمبر. سبعة كوما اتنين، مفهوم طبعا الكلام ده مقصود بيه. خلاص كده المشكلة كده خلصت جزء التعريف، انا بس حبيت اعرف متغير واحد بس مش اكتر من متغير، اسمه مسافة نوع، وحدد حجمه بقى عادي جدا. خلاص ابدأ في الجزء بتاعي الاساسي، وفي الاخر بقفله بكلمة ايه اند وسيمي كولون. خلاص كده طيب اجي هنا في الجزء اللي هنا ده، هعمل جملة سيلكت بسيطة جدا، جيب لي المرتب بتاع الموظف رقم مثلا 1003 مثلا اي حاجه، ومعايا ايه سيلكت مثلا السالري، اسم الحقل كده فروم مثلا جدول اسمه امبليز فروم وير مثلا ID
يكون ايكوال مثلا. طبعا الاسماء في كله اسماء الجداول ده على حسب الاسكيما بتاعتك يعني. خلاص مثلا ما اعرفش في حد كده ولا لا. خلاص هل حد زعلان من الجمله دي خالص؟ مفيش اي مشكله خالص صح. الجمله دي بيزيد لها حاجه في البي ال اس كيو مهمه جدا. الجمله دي بيزيد لها حاجه مهمه جدا في البي ال اس كيو، حاجه اسمها انتو. ايه انتو دي بقى؟ اقول له سيلكت، وتحت سيلكت بقول له انتو في اندرسكور سيل. كده الوضع بقى ايه بقى؟ كده هيسلكت السالري، حقل السالري، ويحطه بداخل المتغير اللي اسمه في سال من الجدول ده بالشرط اللي احنا حاطينه هنا بالشرط ده. خلاص كده ده شكل ايه؟ بلوك بسيط جدا بالبي ال ايه؟ بالبي ال اس كيو. طبعا الجزء بتاع الاكسبشن بالمره نجربه. طبعا هي الجمله بسيطه فما فيهاش ممكن ما فيش اخطاء محتمله يعني، لان الجمله اصلا ثابته يعني او مباشره. لكن انا بس عايز لمجرد نعم حتى لو ما فيش هيبقى المتغير ايه؟ لا مش هيحصل اكسبشن، بس احنا لو عاملين كده اكسبشن لمجرد ان احنا نتفرج او نبص على الجزء بتاع الاكسبشن. الاكسبشنز بتاعتنا الاكسبشنز بتاعتنا نقعد بنكتب مثلا ايه الاكسبشنز عندنا بتبقى ليها انواع، وكل نوع ممكن يكون ليه ارقام. ما اعرفش انا، بس انا زي ما قلنا ببساطه جدا الاخطاء عندنا في اي لغه برمجه عموما بيبقى ليها انواع. انواع يعني ايه؟ مثلا خطا مثلا بسبب عمليه حسابيه غلط مثلا قسمت على الزيرو مثلا. خلاص فده مثلا ده نوع من انواع الاخطاء الحسابيه. خلاص كده خطا مثلا بسبب ان انا جيت بتصل مثلا هو طبعا الجمله دي بتجي تدوس رن بيبقى اتصل على الاوراكل سيرفر صح؟ ممكن اقعد فتره طويله جدا واتصل على الاوراكل سيرفر ما يردش عليا يقول لي تايم اوت بس. خلاص ده نوع خطا تاني، خطا في الاتصال بعيد خالص عن الداتابيز الاساسيه صح؟ ممكن اقوم جاي مثلا عامل خطا مثلا متغير من نوع زي ما قال زميلنا وحطيت فيه نوع، جبت بيانات من نوع تاني مثلا متغير نوعه ديت مثلا، قمت جايب بيانات نصيه قمت حاططها جواه فضرب بسبب ايه يعني نوع خطا نوع بيانات يعني مش مظبوط تايب مس ماتش يعني. ممكن اعرف الفاليبل غلط هينزل لنا اكسبشن. في حاجات كتير، لا في فرق ما بين الايرور وما بين الاكسبشن. لو عرفناه غلط ايرور، لو عرفناه غلط والسلكتاية هتبصيله نوع تاني مختلف. ده حاجة تانية بالظبط كده. ممكن دلوقتي نعملها كده ماشي اوكي. انا بتكلم عموما لسه بشرح فكرة الاكسبشن للناس اللي مش عارفة يعني ايه اكسبشن. خلاص فاحنا قلنا خلاص يبقى الاخطاء ليها انواع. خلاص وكل نوع ممكن يكون ليه ارقام كمان. خلاص يعني ممكن مثلا ايه عندي خطأ بسبب انت بتعمل جملة انسيرت وعملت انسيرت جوه برايمري كي مثلا صح؟ فبيرفض بكود وليه الخطا ليه كود، كل خطا وليه رقم. خلاص وهكذا. يبقى الاخطاء دي متنسقه جوه الداتابيز بارقام، وكل خطا ليه رقم معروف وليه رساله مسج معروفه والى اخره. فانا ممكن في الجزء بتاع الاكسبشن ده اعمل هاندلنج للاكسبشنز اللي بتحصل عندي. اعمل ايه هاندلنج؟ يعني ايه اعمل هاندلنج للاكسبشنز اللي عندي؟ يعني اقول والله لو طلع الخطا رقم كذا يبقى انت تاخد الطريق الفلاني، يبقى تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. اما لو طلع الخطا اللي هو رقم كذا يبقى انت تعمل كذا وتعمل كذا والى اخره. خلاص بعملها زي دي واقوم كاتب جمله مشهوره جدا وين واقوم كاتب هنا ايه رقم الخطا اللي انا عايزه واقول له ايه then اعمل كذا. يبقى وين كذا then اعمل كذا. خلاص كده. طيب ممكن اقوم كاتب هنا اللي انا عايزه واقوم جاي هنا كمان قايل ايه وين كذا لما يكون الخطا الفلاني برضو زين اعمل الاوامر دي. تمام كده والى اخره. يبقى طريقه الاكسبشن ماشيه بالايه؟ انا خطا. ما انا دلوقتي ممكن يكون عندي خطا بسبب عمليه حسابيه، ممكن يكون خطا بسبب النوع اتغير، وخطا ممكن يكون ممكن البلوك بتاعي يعمل اخطاء اكبر من كده بكتير او متداخله عن كده بكتير. فانا لازم اقدر امسك لو كان خطا فلاني اعمل كذا، لو كان كذا اعمل كذا. انا المفروض هو في بعض الارقام المشهوره
يعني انا اما اتكلم على الاكسبشنز بالتفصيل لسه بس بقول ايه كل بلوك وواد فيم سيرفيس، بس هو في اخطاء مشهوره خلاص، زي مثلا خطا البرايمري كده هيحصل دايما ومعتاد يعني، او في سؤال في رد ابسط من كده ممكن اقوم قايل ايه في الاخر خالص، في حاجه متاحه عندنا اسمها وين اذرز ذن. يعني ايه بقى وين اذرز ذن بقى؟ يعني والله ولا يعني انا قلت لك لو كان خطا مثلا اديك مثال يعني اعتقادي كده انا او في الكود بقول لو كان الخطا مثلا عمليه حسابيه اعمل كذا، لو كان الخطا بسبب برايمري كي اعمل كذا، لكن وين اذرز دي بقى معناها ايه؟ لو ولا كان ده ولا كان ده ولا كان ده يبقى تعمل لي كذا، فممكن اقدر اتصرف بقى في ايه كاحتمال اخير لو ما كانش ولا واحد من دول يبقى انا هضطر اعمل حاجه معينه مختلفه يعني. خلاص كده؟ طيب لسه عايز اتكلم برضو على حاجه تانية مهمه، لسه الوقت لسه في الانترودكشن، احنا لسه ما عملناش كودنج يعني، كله قلناه حتى الان ايه هي الاجزاء بتاعه البلوك الرئيسي بتاع البي ال اس كيو، بس بعد ما شفناه كده طبعا انت ممكن تعمل رن هيقول لك ان الجمله نو داتا فاوند، انا هنقطه ما فيش حد بالرقم اللي هو بس خد بالك بقى ايه ده كويس والله جه في مكانه. لا 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 ما تقلش بالك، ده كام؟ ده خطا ليه رقم اهو، ليه كود اهو، خلاص اللي هو 1403. يبقى الخطا بتاع 1403 دايما بيحصل لما يكون مفيش ايه؟ مفيش بيانات، او يعني مفيش بيانات بيطلع لك خطا اسمه 1403. يبقى انا دايما اقدر اجي نقول جوه الاكسبشن واقول له والله لو كان الخطا 1403 يبقى اقول لي ان مفيش حد بالرقم ده او او تمام. يعني ايوه كتب جنب الرقم كاتب ما في دي المسج نفسها دي الرساله الاصليه خلاص، وده كود الخطا اللي هو اورا داش 1403 خلاص. احنا ممكن بقى نقدر نشتغل بقى ونقول له الخطا يعني، خدي بالك ان القصه كلها في الاخر هتتحول، انا مش عايز اطلع الكلام ده من الداتابيز، انا عايز اطلعه من الابلكيشن بتاعي، فممكن عايز اطلع الابلكيشن بتاعي بس ما يطلعش كلمه اورا داش مش عارف 1000، مش عايز اطلعه كده، ممكن اكون عايز اطلع الرساله لا، فعايز اعرف التفاصيل بتاعتها، بس انا لسه بدي مش بشرح لغايه الاكسبشنز، بس انا بدي لسه ايه، انا كنت بتكلم على البلوك واجزائه. ممكن اعمل طبعا هنشوف، بس طبعا انا مش عايز اشرح في الاكسبشنز دلوقتي، هاخد دخلنا في، انا بس بقول ايه احنا نرجع تاني كده كلامنا عشان بس ما ننساش البلوك الكلير، البلوك البيجن والاند والنص والبلوك الاكسبشن، هو ده احنا كل اللي كنا توصلنا له حتى الان ان احنا كنا بنتكلم على الحته دي، احنا لسه داخلين في البلوك ستراكشر بس لسه ما دخلناش في التفاصيل خالص، احنا قلنا بس ان في جزء هنا ديكلير وشفنا منه الفاريبل ما شفناش ايه لسه ما قلناش ولا كيرسورز ولا يوزر ديفايند اكسبشنز ولا الكلام ده خالص، لسه اصل اكسبشن ليه تعريف لسه ليه لازم اعرفه فوق واربط بيه تحت، فانا مش عايز لسه ايه يعني واحد اما يجي الاكسبشن يبقى نتكلم يعني ايه عليه، لكن انا بس حبيت اوريك المنظر بتاعها العام. وادي البيجن جربنا جمله اس كيو ال، ما جربناش حاجه بي ال خالص ولا عملنا اف ولا لوب ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص، وهنا الجزء بتاع مين بتاع الاكسبشن بتاعي بس. بعد كده انواع البلوك في البي ال اس كيو ال، البلوكس ديت مش انواع، احنا خدنا واحد منهم من شويه بنسمي اللي احنا خدناه اسمه بنسميه انونيمس بلوك. انونيمس بلوك يعني بلوك ماله ملوش اسم، وبلوك ملوش اسم ملوش لازمه. هند عليه ايه؟ هند عليه ازاي بقى؟ هند عليه ازاي؟ هو يعني هو اسم انا عملته جوه البتاع عشان اجرب بس، لكن انا بعد كده ما استخدمتوش في حاجه ومش هستفاد بيه لان انا مش هعرف انادي عليه، فهستغنى عن كل المميزات اللي احنا بدانا عنها. فكره مين؟ فكره البي ال، لما بدات في البي ال قلت ايه مميزات البي ال وعديتها وكده صح؟ فما ينفع لو هو بلوك انونيمس زي اللي احنا عملناه من شويه ملوش اي اسم كده مجرد بس كده بلوك وخلاص، يبقى انا خسرته لما اجي من الابلكيشن ما اقدرش ابلكيشن اكون ليه خالص. طيب في بعد كده في عندي حاجه اسمها بروسيجر وفي حاجه اسمها فانكشن، دول الاثنين دول نيمد خلاص. نيمد بلوك، نيمد بلوك اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن بلوك بس ليه اسم مسمى، يعني مثلا باجي مجال كلمه بروسيجر نيم واز وابدا اعمل الايه البلوك بتاعي عادي جدا، او اقول فانكشن واديها نيم واحدد الريتيرن تايب وابدا اكمل عادي جدا، بس انا محتاج اركز على الفرق ما بين البروسيجر وما بين الفانكشن.
وبالك احنا لسه ما دخلناش في الكودنج، احنا بس بنقسم وبنرتب المعلومه بس قبل ما ابدا ايه نشتغل. خلاص طيب، لو انا عملت بروسيجر ولو انا عملت فانكشن، كل اللي عرفناه الفرق ما بينهم وبين الانونيمس ان دول ليهم نيمد، نيمد يعني مسجلين جوه الداتابيز باسم، يبقى كده امكنوني ان انا اقدر استدعيهم فيما بعد، مكنوني ان انا اقدر استدعيهم ايه، اقدر استدعيهم فيما بعد. حلو قوي. البروسيجر والفانكشن في اختلاف ما بينهم، في اختلاف ما بينهم، اختلاف بسيط جدا جدا جدا. ايه هو البروسيجر؟ هو مجموعه من الـ من البروسيجر، يعني اجراء ماشي، هو عباره عن يعني مجموعه من الاوامر ورا بعضيها، الاوامر بتشتغل امر ثم الامر ثم الامر ثم الامر ثم شكرا، يعني ثم شكرا تعرف لما تعرف الفانكشن. خلاص الفانكشن مختلف عن البروسيجر، هي مجموعه من الاوامر مش اي شيء خالص، امر ثم امر ثم امر ثم ترجع لك قيمه، تعيد لي القيمه. يعني مثلا دايما لو جينا جربنا فكرنا كده في الانسيرت وفي الابديت وفي الديليت وفي السيلكت، بس كما يعني كدي ام ال، كان دي ام ال لانجويج او دي ام دي ام لانجويج، مش عارف بقى داتا ريليشن لانجويج، هتلاقي ان الانسيرت لما بعمل جمله انسيرت جوه الداتابيز بروح واخد بياناته وموحدها جوه الداتابيز، وبعدين بقى احط جوه الداتابيز، ايه اللي حصل؟ خلاص خلاص بقى دي الاليق بيها ايه؟ بروسيجر، صح ولا لا؟ الا لو انا عايز ارجع عدد السيارات اتاثرت بالجمله، عايز اعمل، لكن لو في الطبيعي بروح وضايق جوه الداتابيز وشكرا، صح كده؟ وكذلك الابديت، روح عدل جوه الداتابيز، خلي مثلا الجيزه مثلا كايرو، ندخل معدل وبعد ما يعدل خلاص؟ او يروح على الداتابيز ويقول له احذف كل الناس اللي في قسم رقم 15، يروح على الداتابيز يقول له 15 ينحذف وبعدين خلاص؟ طب روح هات الناس اللي شغاله في قسم رقم 10، لا بقى مختلف تماما، ده هنا يروح على الداتابيز يدور على الناس اللي هم كلهم بتوع قسم رقم 10، يجمعهم وبعدين يرجع لي الايه؟ يرجع لي الابلكيشن بتاعك، عشان الابلكيشن بتاعك ياخدهم يعرضهم او يعمل فيهم حاجه معينه، صح ولا لا؟ فالوضع هنا اختلف، يبقى فكره الفانكشن هي اللي حاجه بتريتيرن ايه؟ بتريتيرن فاليو، اما البروسيجر لا، دي اوامر معينه بينفذها امر ثم الامر ثم الامر وخلاص. طب انا عندي سؤال، يعني انا لو حطيت جمله سيلكت في البروسيجر مش هتشتغل عادي؟ عادي. انا اديت اكزامبل بس اوضح فكره الفرق ما بين الفانكشن وما بين البروسيجر. تكتب على سبيل المثال انسيرت وابديت وديليت اليق لشكل البروسيجر خلاص، لكن انا ممكن جوه بروسيجر مش هقول مع اوامر اوامر اوامر، ممكن اول امر عندي يبقى جمله سيلكت، اقول له روح هات لي المدير بتاع قسم مش عارف ايه، وبعد ما اجيب الرقم دوت اقول له خلاص هات بقى الرقم بتاعه ده، تروح روح عدل لي مش عارف بيانات اللي هي بس يكون اللي بيديرها فلان، وبعد كده روح اعمل لي مش عارف ايه مش عارف ايه، واقعد ادي له اوامر كتير وخلاص، فيها انسيرتات وفيها سيلكتات وفيها ابديت وفيها 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 وفيها، بس في الاخر ما بريترنش للابلكيشن اللي بيكون ليا حاجه، في الاخر ما بريترنش حاجه للابلكيشن اللي بايه اللي بيكون ليا الابلكيشن بتاعي انا كمثلا كويب مثلا. طب اقول له اعمل بروسيجر معين مثلا، ما اعرفش اكيد كلكم عارفين طبعا الويب حاجه بسيطه جدا، تعمل ريجستر مثلا على او ساين اب على مثلا على ياهو عشان تعمل ايميل جديد مثلا، انت مسجل بياناتك وبتدوس على الريجستر، صح كده؟ هل دي هترتبني لك حاجه؟ لا، انت بتاخد بيانات تضيفها ولا تضيفها، داخل يقول لك تضاف او ما تضافش خلاص، او في خطا او بتاع كلام من ده، لكن ما فيش ريتيرن للداتا، ما فيش بيانات هترجع، صح؟ حلو. بتخشوا على الميل باللوجن، صح؟ لا او ثانيا بتخش باليوزر نيم والباسورد وبتخش. لما تخش على الصفحه الثانيه بتلاقي الميلز بتاعتك، صح؟ لا الميلز بتاعتك، الميلز بتاعتك دي لو جيت بصيت على العنوان بتاع الصفحه فوق هتلاقي دي نفس عنوان الصفحه بتاعتنا، ولا بيعملوا كل واحد صفحه؟ لا مش كل واحد صفحه طبعا، ده هي صفحه واحده. خلاص الصفحه دي بتران، تاخد اليوزر نيم بتاعك وتروح على الداتابيز وبترجع بياناتك تخصك انت، خلاص كده ترجع بيانات اللي هي تخصك انت. طب هل دي الصفحه دي لما تيجي بتران ترن على بروسيجر بيزد على بروسيجر ولا بيزد على فانكشن؟ فانكشن، ان انا هبعت له بس اليوزر نيم، هو هيرجع لي كل الايميلز بتاعت اليوزر نيم ده، صح كده ولا لا؟ يبقى دي تنفع ايه؟ لان دي بقى هنا الفانكشن دي بتريتير داتا لمين؟ للابلكيشن المستدعي ليها. اما الحاله بتاعت الريجستر مفيش اي حاجه اصلا، ده شويه اوامر بس بياخد بيانات ويروح يسجلها جوه الداتابيز ومش عارف ايه وخلاص، لكن هو مش مهتم ان هو يريتيرن ليك بيانات هتتعرض ولا حاجه، ما كانش في حاجه بتحصل زي كده، صح ولا لا؟ بس يعني هو حضرتك السؤال بقى، لو انا حطيت جمله السيلكت دي تحت البروسيجر ما عملتش اي اجراء تاني بعد كده، يعني هي سيلكت اسمي فروم امبلويز سيلكت جوه البروسيجر وبصيت من يعني الستور بروسيجر اللي عملتها دي بدات عليها من الابلكيشن بتاعي، مش هيرجع لي الداتا؟ مش هيرجع لي الداتا. طب هات الاس كيو سيرفر، اصل الاس كيو سيرفر كان بيرجع الداتا. الاس كيو سيرفر عادي. طب
عايز السيرفر بيرجع، لكن الاوراكل مش هيرجع له. خلاص معلش اصل احنا شغالين اكتر اس كيو ال سيرفر. ماشي مش مشكله. انت حتى بص لو بصيت كده على شكل البلوك البسيط اللي هو من رسمه كده كروكي، هتلاقي في البيجن هنا وهتلاقي في الاخر يقول لك ريتيرن وتبعت الفاليو اللي انت هتريترنها. هنا ما عندناش، هنا مفيش خلاص، هنا بيجن والستيتمنتس وخلاص. لكن هنا في الاخر لازم تقول ريتيرن حاجه، ريتيرن فاليو. خلاص كده طيب. يا هتكلم على اسكرو سيرفر بس لما اوصل لها. انا كده ما نيجي ان شاء الله. عندنا بقى بص اواني سب بروجرامز اللي موجوده جوه الاوراكل ايه؟ قلنا خلاص في عندنا طبعا كلهم بيبداوا ديكلير بيجن اكسبشن اند. خلاص في عندي اولا انونيمس بلوك ده عرفناه خلاص، يا اما ستور بروسيجرز فانكشن الناحيه الثانيه خلاص كده. طيب وفي تحت هنا تحت خالص في عندك نوت، في عندك حاجه اسمها باكج بروسيجرز وفانكشن، يعني اجمع البروسيجرز بتاعته والفانكشنز بتاعتي باكجز خلاص، بحيث ان مجموعه الفانكشنز ديت والبروسيجرز دي بتعمل عمليه معينه، مجموعه الفانكشنز والبروسيجرز دي بتعمل عمليه مختلفه، فاجمع دول تحت باكج واجمع دول تحت باكج ثاني بس مش اكتر من كده، يعني فكرتها بسيطه خالص. والناحيه الثانيه في عندي حاجه مهمه جدا اسمها داتابيس تريجر. تريجر ده برده ده من الحاجات المهمه جدا في 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 هيكل الداتابيس، ان هو ساعات لما اجي اعمل ايه، ساعات لما اجي مثلا اضيف حاجه معينه سجل معين، عايز اوتوماتيك الداتابيز اوتوماتيك اول ما يضاف البيانات دي تروح تتاكد ان في بيانات تخص كذا وفي بيانات تخص كذا وفي بيانات تخص كذا، يعني ما ترفض. هتفهم حاجه يعني انسرت مش تبقى انسرت في الجدول وبس، لا ده انا عايزه اوتوماتيك اول ما يعمل انسرت في الجدول ده او بلاش يعني مثلا، او ما يحصل اي ابديت في السالري اي تعديلات في المرتب. عندي جدول انا عامله مثلا هيستوري للسالريز بتاعتي، يعني كل موظف وبقول ده كان بياخد كذا في الفتره الفلانيه وبعد كده بقى بياخد كذا من الفتره الفلانيه وبعد كده بقى بياخد مثلا. طبعا الشيء مش هخليها شاشه لليوزر، يعني المفروض اليوزر ما ياخدش باله منها خالص، انا بعمل له هيستوري ليه انا. فالمفروض اول ما يحصل اي ابديت على حقل السالري اوتوماتيك يروح يشوف التاريخ ويشوف السالري القديم وياخدهم يضيفهم جوه مين، جوه داتابيز، ويقول لك دي نهايه الفتره اللي كان بياخد فيها كذا، وياخد السالري الجديد ويقول لك من اول التخفيف انا هيبدا يشتغل بالسالري كذا. ده كله المفروض يحصل اوتوماتيك، بيحصل من خلال حاجه اسمها تريجر متعلق بكولوم. خلاص كده كولوم ده ايه اللي هو السالري، اول ما يحصل فيه عمليه ابديت اوتوماتيك في برنامج صغير كده، برنامج متعلق على الكولوم ده اوتوماتيك يقوم رايح ومعامل ايه، ومعامل اضافه او تعديل او يعمل بقى عمليات معينه طبقا للرؤيه بتاعتي. انا اديكم مثال واحد بس، طبعا من مثال في مثال مشهور كمان بكره اوضح لكم اكتر، انا مش عارف وصلت ولا لا، مثال مشهور قوي اللي هي العمليات اللي هي بتاعه المتابعه، اللي هي ايه متابعه، اللي هي مثلا واحد دلت بيانات بس انا قلقان يمكن يدلت بيانات مهمه صح ولا ايه مش معايا خلاص، فانا عايز دايما لما يجي يحصل ديليت على الجدول ده، الجدول ده مهم جدا، انا احصل اي ديليت كامل ليا خد السجل ده وروح حطه في جدول ثاني على جنب وقول لي مين اللي دلت ودلت الساعه كام ووقت ايه ومرميها بجدول تاني. حد فاهم حاجه؟ خلاص يبقى ده تريجر قايم على عمليه الديليت، يبقى ده تريجر قايم على عمليه مين؟ اديت. اول ما يحصل ديليت في الجدول ده اوتوماتيك على طول البرنامج ده يشتغل، واخد السجل اللي هيتدلت الاول يوم سايبه عنده يقول له خلاص، وبعد كده يقوم عامله ديليت. عادي انا بحاول اوضح لك فكره التريجر، اوضح بس فكره الايه؟ فكره التريجر لسه ما اتكلمتش عنه. حلو قوي. في حاجتين تاني مهمين جدا، كل اللي فات ده يعتبر ما فيش جديد فيه غير التريجر. في حاجه اسمها ابلكيشن تريجر وفي حاجه اسمها ابلكيشن بروسيجر وفانكشن. الاثنين دول بقى مش بيزد خالص على الداتابيز. خلاص؟ دول مش بيزد خالص على مين؟ على الداتابيز، دول بقى على الابلكيشن بتاعك ذات نفسه. الابلكيشن بتاعك جواه تريجر معين انت بتنادي بيفاير اول ما انت بتعمل عمليه معينه. خلاص؟ او البروسيجر والفانكشن مبنيين على مين؟ على الابلكيشن، مش مبنيين جوه مين؟ جوه الداتابيز. فيها مشكله دي؟ خلاص؟ فبالنسبه لنا احنا الحكايه دي ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش مشكله، احنا طبعا هنركز على الستور بروسيجر. ممكن احنا بنجرب على انونيمس بلوك على طول كده نجرب، بس لو احنا بنجرب خلاص ممكن ناخد فكره بسرعه الباكجز او التريجر، مش فيها اي مفيش مشكله.